لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على توحيد الألوهية وعلى بعض الصور التي يصرفها البعض لغير الله تبارك وتعالى دون أن يدري. وذكرنا أنه يعني الآفة الجوهرية التي تؤدي إلى هذا، التي تؤدي إلى سؤال غير الله وإلى الطواف بالقبور، وهي طبعا باب الغلو في الصالحين بصفة عامة، ومن أكثر صوره التي وجدت في الأمم السابقة والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها وجدت في أمتنا للأسف وما زالت موجودة إلى يومنا هذا، هي بناء المساجد على القبور. وتكلمنا من رسالة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وبينا الأدلة الكثيرة جدا على حرمة هذا الأمر، وبينا خطأ الذي يقع فيه الكثيرون حينما يتعامل مع هذه المسألة أو يدمجها في مسألة أخرى، وهو النهي الوارد عن الصلاة في المقابر أو على المقابر أو إلى المقابر، وكل دي أنواع من النهي، لكن يبقى أن هناك نهي خاص بعبارات أشد ومصحوب بلعن وتحذير من بناء المساجد على القبور. وبينا أنه هو الكلام على المكان المعد لكي يؤدي فيه المسلمون صلواتهم، ان هذا هو المسجد وليس مجرد موضع سجود الانسان. ويدل على هذا سياق الاحاديث او بعض الاحاديث الوارد فيها امر، وهو ما ذكرته امهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم من الكنائس التي فيها تصاوير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير. إذن أحد أبرز المشكلات أو الشبهات ربما التي وقعت للبعض أو التي استثمرها البعض، يعني ممكن أقول أنها وقعت وممكن أقول أن البعض استثمرها، يعني وقع في نفسه أشرب حب بدعة القبور وبدأ بيحاول يطلع يدافع عنها، فيقول والله يا أخوانا اللي أنتم متمسكين به، الأدلة اللي أنتم متمسكين بيها بالنسبة المسجد هو موضع السجود الإنسان والمقصود المقبرة، والمشكلة فيها النجاسة سواء تحلل جسد الميت أو أنه يعني الدواب والحيوانات الضالة نحو هذا يمكن أنها تكون بتقضي حاجاتها هناك إلى غير ذلك. كلام عجيب في الواقع وعدول عن ظاهر النص. نعم هناك نهي عن الصلاة على المقبرة، وهناك نهي عن الصلاة على المقبرة، وهناك نهي عن الصلاة في المقبرة، وقد يعلل هذا بعلل كثيرة، ولكن الأخطر والعلة الأشد هي خشية أن يكون هذا ذريعة للغلو، ودي موجودة في صورة خاصة يعني على القبور. وممكن يختلف العلماء بقى في أن هل دي موجودة، نفس العلة دي موجودة في القبر المفرد موجودة، ولأنه ثبت لديهم من الصحابة عنهم صلوا الجنازة بين القبور، وده اللي هو ممكن يكون سبب نوع من أنواع الاضطراب لدى البعض. لكن في الواقع أنه الأحاديث كثيرة للغاية فيها يعني أشد عبارات النهي ولعن من يفعل، والكلام على بناء المساجد على القبور. فهنا العلة الجوهرية الأساسية اللي بيترتب عليها كل هذا النهي وكل هذا اللعن
هو ان هذا ذريعة للشرك، ويعني بلا شك ان هو نوع من التقصير الفاحش في فهم الأدلة، ان احنا نقوم سايبين العلة دي مع وضوحها وورودها في سياق هذه الأحاديث، ونحصر كل الصور ان مشكلتها في نجاسة القبر، سواء متصور من التحلل او متصور من الدواب. وده طبعا كل ده يتصور في المقابر التي بعيدة عن المساجد، وعشان كده احنا لا ننفي ان هذه احاديث صحيحة، ولا ننفي ان النهي ده موجود، ولا ننفي ان العلل دي هي داخلة يعني داخلة في علل النهي، ولكن يبقى العلة الأساسية هي سد الذرائع المؤدية إلى الشرك. طيب هنا هيبقى مسألة، احنا عندنا نص صريح في لعن من أقام المساجد على القبور، ومن ثم اتفقت كلمة العلماء على النهي عنها، ونقل الشيخ الإسلام تيمية الإجماع على هذا. وقلنا ان شيخ الاسلام تيمية يعني بشهادة خصومه من واسع الاطلاع يعرف مذاهب العلماء، ولما بينقل الاجماع فهو من اوفق من ينقلون الاجماع، وبالتالي وعبارات كتب المذاهب موجودة غاية ما هنالك، ان ممكن الاقي بعضها استعمال الكراهة، فيجب هنا ان تحمى على الكراهة التحريمية. لان اذا كان حد بيكلمك على الكراهة وبعدين ويقول دليلها هو الحديث عائشة رضي الله عنها لعن الله اليهود والنصارى، فاكيد الايه هتكون الكراهة التحريمية كما تقدم. طيب هنا بقى مسألة اذا وجد المسجد بالفعل، ان الناس بنت مسجد على القبر او مسجد جه حد دفن فيه، وبعدين واحد دخل يصلي دون ان يدري، اكيد دون ان يدري ده مفيش مشكلة، ولكن يدري ان هناك قبر، ولكن هو ما كانش يعني مش بيقول يلا بينا نروح نصلي في البدوي ولا الدسوقي ولا ابو العباس لا، ده هو لقى نفسه جنب مسجد من دول وقال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وبعدين انا لن استقبل القبر، وبعدين قبر في غرفة لوحده وانا هصلي. هنا بدأ اللي هو يعني صلى في مسجد فيه قبر عامدا عالما بوجود القبر، ولكنه لم يكن غرضه، او يعني هنا هنقول التفصيل فيه اللي هو يعني غرضه ان هو كان يعني قصد الى هذا المسجد لان فيه قبر، او لانه هو ده اقرب مسجد او لاي غرض اخر صلى فيه. هنا هنلاقي كلام العلماء في تفاوت، وهنلاقي البعض بيستثمر هذا الكلام، واحنا دايما عندنا بنقول كله يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فعلا المساله دي هيبتدوا يقول لك بص بقى عشان انتوا حنابله، والحنابلة هم الوحيدين اللي قالوا بالتحريم وده غير صحيح، وهم الوحيدين اللي قالوا بالبطلان، وده الحنابلة قالوا يعني بالتحريم والبطلان عندهم فيها روايتين، رواية بالبطلان ورواية بعدمه. طيب لكن كما ذكرنا ان كل المذاهب الاخرى لا تخلو من قائل بالتحريم، بل ربما ومن قائل بالبطلان احيانا. المسألة هنا كون ان العلماء يعني لو يعني نطالب من يتمسك بهذه الاقوال، احنا بنرجح مش عشان احنا حنابلة واحنا نحارب التقليد، ولكن اتباع الدليل. المساجد تبنى للصلاة ولذكر الله عز وجل، فاذا نهي عن اقامة مسجد على صفة معينة فلا بد ان هذه الصفة يعني فيها خلل. طيب فاذا كان ينهى، لا سيما اذا كان الخلل معلوم وهو انه ذريعة تؤدي الى الشرك، فاذا كان بناء المسجد مشكلته انه ذريعة ستؤدي بالمصلي الذي يأتي الى الشرك، فكيف يمكن ان يقال ان الصلاة ليس فيها شيء؟
إذا كان أصلا منع البناء على هذه الهيئة لأنه هيخلي المصلي يبقى هيدي الذريعة للشرك. فإذا الذريعة دي تحصل بماذا؟ لو المسجد بنى وما حدش صلى فيه مش تحصل هذه الذريعة، الذريعة تحصل بالناس تروح تصلي، بالذات بقى لو رغبوا في المسجد ده بعين. فإذا يعني واقعا وعقلا النهي عن بناء المساجد على هذه الصفة هو نهي عن الصلاة فيه. تقول لي طب هو المسجد موجود ووقف، ودي النظرة اللي ممكن بعض العلماء ايه نظر اليها، المسجد وجد ووقف ونحو ذلك، وبدأوا يتكلموا على هل الصلاة يعني مكروهة ولا مباحة ولا محرمة، ولو محرمة هل تبطل ام لا. وبعض الناس بيستكثر من النقول عن بعض العلماء اللي بيتكلموا عن الصلاة في المقبرة. طيب ده الصلاة في المقبرة مسألة عامة، وغاية معظم الكلام فيها على النجاسة والاحتراز منها، ولذلك يتكلموا على والتلاتة والكلام ده. احنا هنا عايزين نتكلم على مسألة خاصة وهو المسجد المقام على القبر، وهنا بقينا بنتكلم على الذريعة التي من أجلها ينهى عن بناء المسجد من أصل المسألة، والتي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خالف فيها. يبقى احنا بنثبت كواقع حصل خلاف العلماء في المسألة، في مسألة حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور، بعد اتفاقهم في على عدم جواز بناء المساجد على القبور. ابتداء ولو من باب يعني عشان ما حدش يجي يستعمل كلام العلماء خطأ، نقول له لو انت ده مذهبك اعمل بيه. طيب يعني ايه تعمل بيه؟ يعني تنهى الناس عن بناء المساجد على القبور، وتنهى الناس عن دفن القبور في المساجد، وتبين هذا، وتبين ان السلام لعنة، وبعدين تعالى بقى على اللي اتبنى فعلا. وممكن تقول لي والله اصل العلماء بعضهم قال بالكراهه وبعضهم قال بكذا وبعضهم قال بكذا، لكن الواقع ان اللي بيعمل كده بيدافع عن المساله وبيدافع عن هذه المساجد وبيفخر بيها وعايزها تزيد، بل وحتى الصور اللي احنا بنقول دي بتبقى ذريعه للشرك. ما تيجي تقول له بقى ما هي لما وجدت، ما انت بتشوف قدام عينك، بتشوف الناس اللي بتطوف بهذه القبور وتتسمع وتتمسح بحديد الاضرحه، قول لا 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 الكلام ده احنا لا نقره. طب فين النهي عنه؟ زي ما انت عمال تحارب ليل نهار، تحارب ما تسميه انت بالوهابيه وكتب ومحاضرات وفضائيات. طب حارب الشرك اللي انت اوجدت سببه، اللي السلفيه تحاول ان تنتشر الناس منه. ولما يجي بس في المناظره هو ده الموطن الوحيد اللي يتذكر فيه انه في شيء منكر يجب ان يستنكر، لما تقول له هذه المساجد احنا مش بنرجم بالغيب، احنا بنثق في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ونوقن به، لكن حتى لو انت مش مقتنع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها من اجل هذه الذريعه، وشايف ان المشكله كلها النجاسه ومش عارف ايه، قدامك اهي بقت اوجدت الشرك وذرائع الشرك موجوده، فيقول لا لا الكلام ده احنا يعني لا نقره. ومش طب فين جهودك في انكاره، فضلا انك انت بالفعل تسد ذرائعه كما سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائعه، وكما امرنا الشرع ان نسد ذرائعه. اذا المساله بالفعل فيها خلاف، احيانا الخلاف مرجعه ان كتير من العلماء اتكلموا على مسألة الصلاة في القبور وما خصوش الكلام على الصلاة في المساجد التي فيها القبور، وفي الحالة دي ما نقدرش نقول ان لهم قول في المسألة. احنا اللي عايز يجيب لعالم قول في المسألة يجيبه يتكلم خصيصا على المساجد المبنية على القبور، وليس مجرد الصلاة في القبور، لان دي مسألة ودي مسألة. المسألة ان هي النجاسه او غيرها، او على الاقل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ممكن نكون مش عارفين له عله، ممكن يكون حرمه القبر، ممكن، لكن طول ما اتعملش المسجد وبقى هو ده المكان الذي يقصد للعباده ما بيحصلش، غالبا في الغالب ما بيحصلش الايه الذريعه المؤديه للشرك. فاذا
اللي عايز يجيب اقوال العلماء في المسألة يجيب اقوالهم في هذه المسألة المخصوصة وليس في هذه او هذه المسألة الخاصة، ليست في المسألة العامة اللي هي الصلاة في القبور عموما، واللي الراجح انها يجوز فيها صلاة الجنازة واما غيرها فلا يجوز، لكن العلماء لهم فيها تفصيل. وحتى العلماء اللي جيهم واللي قالوا في المساجد انها مكروهة او نحو هذا نقول طيب انت هل تعمل بقولهم؟ هل المخالف يعمل بقول هؤلاء الذين انتحل قولهم في المسألتين، المسألة الاصلية اللي هي النهي عن اقامة المساجد على القبور، وبعدين المسألة التانية يقول ولكن المساجد القائمة بالفعل مذهبي فيها كذا، ولا هو بينتقي ويتشهى ويقول كلام لم يقل به احد اهل العلم قط ويخالف اجماع العلماء فضلا عن مخالفة النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اما ما نميل اليه او ما يعني نرجحه بقوة وبشدة انه هذا اللعن الوارد في بناء المساجد على القبور ينبغي ان ينسحب الى الصلاة فيها، لانه المساجد تبنى من اجل الصلاة ولا مشكلة في المساجد في المساجد التي فيها قبور في النهي عنها الا الذريعة انها ذريعة تؤدي الى الشرك، والذريعة دي قائمة حتى لو مش انا اللي بنيت ولا اعرف مين اللي بنى وصار هذا المسجد قائم، اذا صارت الذريعة قائمة دائما وابدا. طيب وقول لي ممكن نتكلم فيه هو البطلان من عدمي، وده الشيخ الألباني في رسالة تحذير السجن اتخاذ القبور مساجد ختم بيه الرسالة. هنستعرض كلامه بسرعة في هذه المسألة، ويبقى بكده فضل تبارك تعالى أنهينا الكلام على هذه المسألة. وطبعا المسألة الأهم هي مسألة التوسل اللي دايما المخالفين بينفذوا منها الى يعني نوع من انواع التلبيس بين انواع التوسل المشروع وانواع التوسل غير المشروع، ويفضل كده واخدها لغاية ما يجوز بها احيانا او البعض يجوز من خلالها دعاء غير الله وسؤال غير الله تبارك وتعالى صراحة ويسمي هذا توسلا. وده اللي هنحاول برضو زي ما خدنا كده رسالة تحذير السجد من اتخاذ القبور المساجد كرسالة بتحاول تدينا تصور كامل عن مسألة إقامة المساجد على القبور، فإن شاء الله نتكلم على حاجة في التوسل. لكن نختم البحث ده بكلام الشيخ الألباني في هذه المسألة، من إنه طالما إن إحنا جبنا أدلة في النهي عن بناء المساجد على القبور وكانت بها وضوح ثبوتا ودلالة، وانه حتى محاولة يعني غض الطرف عن او محاولة قصر النهي على انه ان تسجد فوق القبر ده يعني لا تسعفهم الادلة في هذا، بل الادلة قاطعة بخلافه. فيبقى هنا ان الصحيح ان النهي ينسحب على الصلاة فيها إذا كانت قائمة، لأن هو إنما نهي عن إقامتها لأنه عندما تقام على هذه الهيئة سيكون فيها هذا السبب من أسباب النهي. إذا هذا السبب من أسباب النهي هو سبب من أجله ينهى عن بنائها ومن أجله ينهى عن الصلاة فيها بعد بنائها بالفعل. طيب هل الصلاة فإذا هي منهي عنها؟ نهي تحريم، بل ان هو ان احنا قلنا النهي الراجح في انه يفيد التحريم الا اذا وردت قرينة تصرفه من التحريم الى غيره، فالنهي المجرد يفيد التحريم، ما بل اذا ضم اليه اللعن فده بالاتفاق يفيد التحريم. وان كان كما ذكرنا المسألة التبست على البعض لانه تعامل معها على انها صلاة في مقبرة، وقال الصحابة صلوا الجنازة في المقبرة، وبالتالي خفف هذا الأمر من حدة النهي عندهم. إذن الصحيح شرعا وعقلا إن النهي عن بناء هذه المساجد هو نهي عن الصلاة فيها.
وان والصحيح ايضا ان هذا النهي يفيد التحريم، واذا حد قال بالكراهة فالاولى حملها على الكراهة التحريمية، اللهم الا ان يصرح بانه يقصد كراهة التنزيه، فيبقى ده قوله، ونقول كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل النهي في هذه المسألة يقتضي البطلان ام لا؟ طبعا دي مسألة مشهورة في الاصول وبناخدها كتير ونحو ذلك، اللي هي اذا كان الشيء منهي مأمور به باعتبار منهي عنه باعتبار، الارض المغصوبة والصلاة في الثوب الحرير ومنها الصلاة في المسجد الذي به قبر، فهي باعتبار كونها صلاة مأمور بها وباعتبار كونها واقعة في مثل هذا المسجد منهي عنها. ويعني القاعدة العامة هنا اذا أضرنا نفك جهة الأمر عن جهة النهي، بنقول إن العبادة التي فعلت بهذه الصفة صحيحة مع الإثم، ما أضرناش نفك الجهة فبنقول إنها باطلة. وبعد ما العلماء بيقولوا كده بيرجعوا طبعا يختلفوا في بعض النماذج، هل أمكن افكاك الجهة أم لم يمكن. طيب هنا الكلام، احنا قلنا ان الحنابلة وهم اللي مذهبهم واضح في التحريم بيقولوا التحريم، وبعدين بيقولوا رواية انه التحريم والبطلان، ورواية ان هو التحريم بدون بطلان، يعني ان اللي يصلي في مثل هذه المساجد يأثم من اجل الصلاة فيها لكن تقبل صلاته وتسقط عنه الفريضة، ان كنا بنتكلم في الفريضة. الشيخ الألباني واظنه يعني ورد في بعض الكتب الحنابلة انه عشان نعمل موضوع انفكاك الجهة من عدمه هنفرق بين من قصد الى المسجد من اجل القبر فهو قاصد الى عين النهي، فاذا هذه الصلاة تكون باطلة. وطبعا دايما بنقول هنا قضية العذر بالجهل ونحو هذا، يعني هذا بعد إقامة الحج عليه يبقى صلاته في هذا المسجد، وإذا أصر على أن يصلي في المساجد في مثل هذه المساجد بعد إقامة الحج، طبعا يعني الأمر إحنا بنقول الحكم هكذا، والله تبارك وتعالى أعلم بما في قلوب العباد. أي حد تبين له المسألة ومع ذلك يصر عنادا او استكبارا فليحذر على صلاتي انها تكون باطلة. واما من ظل على قناعتي ان هذا يعني ليس بمنهي عنه فالله تبارك وتعالى يعني يعذر مثل هذا، ويبقى هنا هو ارتكب النهي معذورا لجهله او لتأويله، ويرجى ان تقبل صلاته. لكن بنقول بنوضح ونبين خطورة هذا الامر، وانه ممكن لان كثير من الناس يصر من باب العناد والاستكبار، بنقول ده انت بتعرض صلاتك انها تكون باطلة. فالصحيح انه من قصد الصلاة من اجل من قصد هذا المسجد اللي فيه نهي، ساب كل المساجد اللي في الدنيا ودور على المسجد ده من اجل السبب الذي نهي عن الصلاة فيه من اجله، فيبقى هنا مفيش انفكاك جهة وتبقى الصلاة باطلة. ويبقى ده لو تاب يبقى الصلاة التي هو في وقتها يعيدها، يبقى هو اتعلم وتاب يعيد الصلاة التي هو في وقتها. طب واللي مش في وقتها؟ طبعا حديث المسيء في صلاته بيقول ان هو يعفى عنه. كان هو مع انه عالم بالتحريم، عالم ان في ان المسجد فيه قبر، ولكنه بيقول ولكنه لم يكن يعني انما صلى لغرض ان ده اقرب مسجد انه له اي حاجة هناك، فالصحيح ان صلاته صحيحة مع الاسم، يبقى هنا الجهة منفك، الجهة منفك. وده كما جاءت الاحاديث مطلقة ومن اجل علة
سد الذريعة المؤدية للشرك، يبقى كل التفاصيل بقى بتاعة المسجد في حجرة مستقلة، المسجد على يمين القبلة، على يسار القبلة، أمام القبلة، أمام المصلي، خلف المصلي. طبعا في صور هتكون إيه أكثر، يعني ينطبق عليها أكثر من نهي، أو يكون الذريعة أعلى، زي ما لأنه لو القبر أمامه هيبقى مرتكب لنهي إن هو يسجد إلى القبر، بالإضافة لنهي إنه يصلي في مسجد بني على قبر، يبقى ارتكب نهيين، الذريعة بتبقى أشد. يبقى إذا أكيد إن المساجد مثلا، لأن إيه في الشر خيار كما يقولون، درجة المخالفة تتفاوت، أكيد المساجد اللي فيها إن القبر في غرفة مستقلة أقل ضررا، وإن كان منهي عنها أيضا من اللي مثلا فيها إنه ليس كذلك. اللي بيجتنب إن المسجد يكون في إن القبر يكون في القبلة إلى غير هذا بيكون أقل ضررا من غيره، ولكن الصحيح إنه النهي عام يشمل كل أي صلاة في مسجد بني على قبر. ولذا وطبعا بيذكر العلامة الألباني نقول عن علماء من مذاهب أخرى غير مذهب غير الحنابلة، لأن بعض كما ذكرنا بيقول إن الحنابلة انفردوا بهذا، بلا شك إنه لا يكاد يخلو مذهب من المذاهب من وجود علماء قالوا بهذا القول، وإحنا يعني لا يلزمنا قواعد يقررها البعض بينه وبين نفسه، ولا تلزم يعني في انه لا المذهب ومعتمد المذهب ومين اللي اختار معتمد المذهب، ويجي يخلي اللي اختار وناس غارقين في التصوف وغارقين في العلوم الكلام، ويبقى هو يجي يختار ويعتبر مسألة فقهية وهي مسألة عقدية، كل الكلام ده. لكن ومع هذا بنقول فين برضو اللي بيقول الكلام ده، أين هو من الإجماع على حرمة بناء هذه المساجد ابتداء؟ حتى وإن قلنا إن العلماء لهم تفاصيل في حكم الصلاة فيها. ثم أنقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلاة الخمس، المكان اللي المسلمين بيجوا يصلوا فيه، ده اللي واضح من إيه من سياق الحديث. اتخاذ المكان مسجدا عشان ده هو بيرد، عشان اللي عايز يقصر برضه النهي على انه المسجد اللي هو يخليه اسم مكان لموضع سجود الشخص الواحد وخلاص على كده. يقول: والمكان المتخذ مسجدا انما يقول واتخاذ المكان مسجدا هو ان يتخذ الصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا انما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلاة فيها كما تقصد المساجد، وأن كان القاصد لذلك إنما كان يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر. وهنا وشيخ الإسلام تيمية بيوازن بين هذا النهي وبين النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنه حينئذ يسجد لها الكفار، وللذريعة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مع ثبوتها شرعا، ومع أن إعمال معظم الفقهاء في كل المذاهب لها هي ذريعة أقل بكثير من ذريعة الخوف من الغلو في الصالحين إذا أقيم المسجد على القبر. أنا لم نرى عبر التاريخ انه مسلم لانه صلى وقت طلوع الشمس وقت غروبها سجد للشمس او للقمر، ومع هذا الصيانة مبالغة في صيانة حتى هذه المشاكلة الظاهرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لكن وجدنا عندما وجدت المساجد والقبور، عندما وجدت القبور داخل المساجد، وجدنا وما زلنا نجد وعبر التاريخ من يسألون غير الله ويدعون غير الله، ومن يطوفون بالقبور ومن يتمسحون بحديدها، وهذا واقع لا ينكره أحد على مر العصور. فالمفسدة الذريعة التي قصد إلى سدها
من منع إقامة المساجد على القبور ذريعة خطيرة وواضحة وظاهرة، والتجربة عبر التاريخ تقول أنها تحصل، وتحصل بمجرد ما توجد القبور داخل المساجد. طيب، فهذا هو الـ يعني كلام في الواقع كثير للشيخ الإسلام ابن تيمية، و في الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. الفصل الأخير الذي يختم به العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الكتاب الماتع، الفصل السابع بعنوان الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي. وطبعا هنا احنا ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الحاصل من إدخال القبر في المسجد ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الصحابة، وإنما حدث بعده. طبعا بلا شك أنه حدث في مكة والمدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمور متفق على حرمتها، يعني استحلال المدينة واستحلال مكة في زمن ابن الزبير وغير هذا مما وقع من بعض الأمراء، وهذا متفق على حرمته. فإذا حدوث الشيء في هذه البلاد ليس دليل على أنه صحيح، لكن يبقى كيف نتعامل معه. الأول ما قبل حدوثه، هل حدوثه فيه حجة؟ لا. ليه؟ لأنه إنما الحجة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سنة الصحابة، إجماع الصحابة إذا أجمعوا على شيء، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين خاصة، وبفضل الله عز وجل هم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حتى لا يبرزوا القبر سدا للذريعة. يبقى هم قصدوا، علموا هذه الذريعة وقصدوا إلى سدها بهذه الطريقة. ثم بعدما حدث الخلل كيف تتعامل الأمة معه؟ هذا هو زي ما بيحصل أي خلل. هنا الخلل المسجد النبوي له خاصية ليست لغيره وله فضيلة ليست لغيره، ومن ثم فكان اجتهاد العلماء والنهي ده سدا للذريعة، نحاول بقى في المسجد ده خاصة نشوف الذريعة دي. طب يقول لك خلاص يا عم ما تعمل كده في كل المساجد. احنا هنا قلنا العلماء بنوا جدارين متقابلين كأنهم كده يعني ايه يعني كأنه خلوا الحجرة قاعدة مثلث والجدارين ضلعين، بحيث يبقى لا يوجد لا كأنه جزء مستقطع من المسجد، ومحدش يبقى اسمه ان هو مستقبل القبر اطلاقا، ولا حتى ان هو يبقى كأنه جزء من المسجد. ثم غير هذا الامر، وان كان ايضا ما زالوا يحافظوا على ان الجزء الذي خلف المسجد خلف الحجرات يكون دائما خاليا ولا يسمح بالدخول فيه. فهنا الامة ما كيف تعاملت؟ تعاملت مع الامر على ان هناك ذريعة فيجب ان تسد،
السد بالمنع بانه ما يتقامش المسجد اصلا او ما يجيش القبر الى المسجد. ولان هنا بنتعامل مع حالة خاصة وهي مسجد له فضيلة خاصة وقبر له حرمة خاصة، فاتجه الامر الى الاخذ بوسائل اخرى. والعلامة الالباني هنا بيقول ما هو زي ما برضو النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، العلماء بيقولوا بالحرمة الا لذوات السبب. طب ليه؟ لانه ما نهي عنه سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة، وده منهي عنه سدا للذريعة. وعندي هنا بقى مصلحة راجحة جدا 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 بشكل كبير، وهي فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة فيه وحرمة قبره صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليه. اذا خلاصة الامر ان العلماء توجه اهتمامهم عبر التاريخ منذ ادخل القبر الى المسجد في الاحتياط بطريقة بناء الجدار، بوجود الحراسة التي تنهى الى غير هذا. طيب هل لماذا لا نعمم هذا في غيره؟ لانه نحن لسنا مضطرين الى هذا في غيره من المساجد. وجعلت للارض مسجدا مطهورا التي يحتج بها المخالفون، نقول بقى اعملوا بها هنا، لا تضيقوا الدنيا فيه قبر. ما تقولش طب ما انا اشمع خلاص الامر فيه سعة. ايضا الدفن ينفع يبقى في اي مكان لاي قبر، وبالتالي الحل فيما عدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نشوف موجود الاول يثبت واللي طرأ ينقل. فان كان موجود القبر وبني عليه مسجد ينقل المسجد. طب ما هو ينفع المسائل المسجد عطلت منفعته، المسجد المبني في الطريق العام، المسجد المبني على ضفاف الانهار الماء، والمسجد المبني على القبر تنقله. واذا كان القبر تنبش تنقله الى مقابر المسلمين، وهذا لا يصلح في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في مسجده. يبقى لا يبقى الا اتخاذ وسائل إضافية، تدابير احترازية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس لعل هذا مما قدره الله، ان يبقى دايما الأمة حريصة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والناس تزوره، ان يبقى في تحذير وبيان من هذا الأمر. أيا ما يكن يعني اللي ممكن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو التحذير واتخاذ تدابير وقائية أخرى، ولكن يمكن في غيره مختلف تماما. وبرضه بنرجع تاني ونقول المخالفون يخالفون اجماع العلماء في حرمة بناء المساجد على القبور، يخالفون اجماع العلماء فلا ينهون عن المسألة اصلا، مش ان هم بيقولوا ايه التصرف فيما هو قائم بالفعل، مش هي دي نقطة الخلاف الجوهرية معهم. وان كان الراجح ان التصرف فيما هو قائم بالفعل فيما عدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو يعني ينقل الطارئ على الاخر ينقل بعيد، اما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتخذ التدابير الاحترازيه الكافيه. طبعا ما يقال ان اسماعيل عليه السلام مدفون في الحجر وان 70 نبي مدفون في مسجد الخير، ده كله خارج عن موضوعنا اصلا، انه أشياء لا تصح، وإذا صحت ليست قبورا ظاهرة أصلا ولا معلومة، ولا ده يبقى التاريخ إن البقعة دي كان فيها قبور لا حكم لها، الحكم إنها الآن بقعة من الأرض، مش هي دي اللي احنا نتكلم فيها. نتكلم إن يبقى في مسجد قائم وفي قبر قائم، استثناء الوحيد هذا لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى بعد هذا الاستعراض يعني السريع لهذه الرسالة القيمة للعلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، ونكون يعني انتهينا من هذه الجزئية، وإن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة نحاول يعني نختار شيء من تراث ابن تيمية رحمه الله في قضية التوسل
غالبا سيكون قاعدة جديدة في التأثر الرسيل، انه يعني مختصر نسبيا عن يعني الرد على الإخنائي والرد على البكري وهذه الأشياء كان كنا محتاجينها برضو، ولكن ممكن تبقى الإخوة تاخدها واجب قراءة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.